معظم من لا يكون مدركا لمنهج أهل السنة والجماعة ويستمع إليكم يؤاخذكم على كونكم تستخدمون مصطلح كافر ومشرك، فما قولكم؟ هذه المصطلحات يا أخواننا من المصطلحات القرآنية ومن مصطلحات النبي صلى الله عليه وسلم. كون كلمة كافر مشرك غير من الألفاظ، دي ألفاظ شرعية، والألفاظ الشرعية يا أخواننا تستخدم مطلقة. يعني إحنا لما نقول البدع غير الله مشرك، البيع بضل الغبور مشرك، ده ما كلام عن شخص معين يا أخواننا، ما كلام عن زول بعينه، لا ده كلام عام. يعني زي ما تقول هسه البسرك حق الناس اسمه شنو؟ اسمه حرامي، صح؟ ولا الزول اللي لبسنا في الكلية هنا، الزول اللي قاعد المواد كلها اسمه شنو؟ راسب، صح؟ انت بتقول كده يعني اللي بيقد المواد راسب، البسرك حق الناس اسمه حرامي، البدو غير الله اسمه مشرك، كويس؟ إلى آخره. البزني اسمه زاني. هذه أسماء بس ما أسماء معين، يعني ما بتقول لزول معين، أنت بتقول كلام عام. عشان كده إحنا لما نتكلم الليلة بنتكلم عن البدع غير الله، البسجد للصنم، البيعبد القبور، البيعتقد إنه الأولياء بينفعوا وبيضروا، ده كلام عام. كلام عام ده. لكن لما نتكلم عن الصوفي باسمه عينا ما بنقول فلان مشرك، بنقول فلان كافر. عشان كده لابد تفرق بين الاثنين يا شباب. فرقوا بين الحكم العام، حكم عام اللي بيعمل كده مشرك، ده براو. اما الحكم على الاشخاص ده لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، ينطبق عليه الشروط وتنتفي عنه الموانع، وده موضوع دقيق وقد يتطلب انه ما يطلع عليه الحكم الا علماء، ناس يعرفوا المسائل، وقد يتطلب إقامة الحجة إلى آخره من المسائل والتفاصيل. فلا بد تفرق بين شنو؟ بين الإطلاق الكلمة عموما وبين تعيين شخص بها. تعيين شخص بها يا إخواننا لا يجوز إلا شنو؟ إلا بضوابط وبشروط. ففي فرق بين الأمرين. نعم.